الواقع في الضفة الغربية بين اعتقال وقتل واقتحام ومواجهات تضعنا في تفاصيل هذا اليوم بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولاء السلامين مراسلة القارة الإخبارية من رام الله. ولاء أهلا بك. إذا استشهاد أطفال واعتقالات وإصابات أطفال في الضفة الغربية، على ما يبدو أن الاحتلال يؤكد مرة أخرى على استمرار ذات النهج ذاته بالقتل والتدمير في هذه الذكرى الأليمة. صحيح رعد، خاصة وأن منطقة الضفة الغربية في عدة مناطق شهدت هدوءا نسبيا في الآونة الأخيرة، ولكن في هذا الصباح شهدنا تحركات لقوات الاحتلال ما بين الشمال والجنوب ووسط الضفة الغربية، ناهيك عن اعتداءات المستوطنين التي باتت متكررة. نتحدث عما حصل صباح هذا اليوم، حيث كان اقتحام كبير لجيش الاحتلال، وما زال هذا الاقتحام مستمر لمخيم قلنديا بشمالي القدس المحتلة، حيث قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام هذا المخيم. أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الحي، وقد ارتقى طفل صغير يبلغ من العمر 12 عاما، حاتم غيث، والذي ودع إلى مثواه الأخير عند صلاة العصر. بهذا التكرار الذي تقوم به قوات الاحتلال باستهداف مخيمات الضفة الغربية، لا سيما مخيم قلنجة الآن الذي يشهد عملية عسكرية لم تنتهي بعد، ولكن هناك مداهمة لعشرات الفلسطينيين لمنازلها وتفتيش وخراب ودمار في هذه المنازل. أيضا نتحدث عن أن هناك عشرات الفلسطينيين جرى اعتقالهم من مخيم قلنجة، حسب ما هيئة شؤون الأسرة والمحررين تتحدث بأن لغاية هذه اللحظات لم يكن هناك رقم محدد لهذه الاعتقالات، بفعل أن الاقتحام ما زال مستمر. أيضا نتحدث عن مناطق متعددة في الضفة الغربية شهدت اقتحامات موسعة لجنود الاحتلال، على سبيل المثال في مدينة طول كرم ومخيمها، حيث كان هناك اقتحام لهذه المدينة والمخيم فوق الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال جراء العمليات العسكرية المتكررة باقتحامها مخيم نور شمس وأيضا المدينة، زادت من معاناة الفلسطينيين بدمار للبنية التحتية وانسحاب، وبعد ذلك أعيد هذا الاقتحام وبعد ذلك انسحاب لقوات الاحتلال. اشتباكات عنيفة دارت في مخيم نور الشمس وأيضا في المدينة ما بين المقاومين وأيضا قوات الاحتلال. كذلك الأمر في بلدة يعبد قضاء مدينة جميل وأيضا في سلا الحارثية، كان مقاومين قد استهدفوا الحواجز العسكرية التي تنصبها قوات الاحتلال في سلا الحارثية بوابل من الرصاص الحي، وبعد ذلك انسحاب المقاومين من هذه المنطقة. أيضا بلدة يعبد التي شهدت عدة اندلاع مواجهات وأيضا اشتباكات مسلحة ما بين مقاومين وقوات الاحتلال في هذه المنطقة. أيضا في بلدة دورة كان هناك اقتحام لهذه البلدة واعتداءات بالجملة على المواطنين، لا سيما أيضا هناك كان اقتحام لمنزل الشيخ زياد هليل الذي ارتقى شهيدا صباح هذا اليوم، بفعل أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب المبرح، مما أدى إلى ارتقاء هذا الشيخ الشهيد زياد هليل، وهو معروف بكلمة بهمش، الذي قام جنود الاحتلال بإطلاق أو التهديد لهذا الشيخ الذي كان يحمي الفلسطينيين في مدينة الخليل وبالتحديد في بلدة دورة، إلا أن الآن نحن ننعى ووزارة الصحة وبلدة دورة نعت هذا الشيخ هليل، والذي ودع أيضا عند صلاة الظهر وإلى مثواه الأخير. نحن نتحدث منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 744 شهيدا من اغتيالات وأيضا بالاعتداء المبرح على الفلسطينيين، وأيضا منهم من قامت قوات الاحتلال باغتيالها بالطائرات المسيرة ومنهم بالرصاص الحي. هناك أكثر من طفل قد ارتقى شهيدا، 19 فلسطيني ارتقوا برصاص المستوطنين لا برصاص قوات الاحتلال. أيضا الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين، نتحدث أن هيئة محكمة الإنشدار والإستيطان تحدثت بأن الهجمات التي شنها
المستوطنين على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أكثر من 16 ألف اعتداء سجل لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من الاعتداء بالضرب، أيضا ارتقاء الفلسطينيين، ونتحدث أيضا عن الاعتداء عليهم بمحاولة إما حرق لمنازلهم أو حتى حرق لمركباتهم وقطع الطرق على الفلسطينيين. أيضا نتحدث عن الدنومات، آلاف الدنومات، 52 ألف دنوما قامت المستوطنين وأيضا جنود الاحتلال بالاستيلاء على هذه آلاف الدنومات من الضفة الغربية. بطبيعة الحال نحن نتحدث باستغلال جيش الاحتلال الجبهة الجنوبية والشمالية، نعم، والحرب المتكاملة الأطراف سواء في الشمال أو حتى في جنوب الضفة الغربية تقوم بالاستيلاء على مزيدا من الأراضي في الضفة. أيضا هيك رعد عن التجمعات البدوية التي هجرت، نحن نتحدث عن 28 تجمعا بدويا في الأغوار الشمالية جرى تهجير هذه التجمعات والاستيلاء على أراضيهم. أسباب التهجير ولا لهذه التجمعات البدوية، يعني نحن نفهم عندما يتحدثوا عن بناء مستوطنات هنالك أراض يعني فارغة ربما ويقوموا بعملية البناء، لكن الآن أسباب التهجير هل نعود نحن الآن إلى عام 48 ونفس الآلية تهجير الناس والبناء في مكان سكناهم؟ نعم، لتنويه راد أن هذه الأراضي التي تستولي عليها قوات الاحتلال إما تعتبرها أنها قواعد عسكرية وهي قريبة من المستوطنات، أو حتى تعتبرها أن هذه التجمعات يجب أن تخلي سكانها وتهجيرهم. هذا يعيد الأذهان لما حصل عام 48 و67 وباستغلال الحرب في الشمال على الحدود اللبنانية وأيضا في قطاع غزة، هي تستغل الأوضاع وتقوم بالتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية على حساب الفلسطينيين وشق طرق استيطانية. لو تحدثنا عن الديموغرافيا والجغرافيا في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، هناك كثير من تقطيع الأوصال بين الشمال والجنوب والوسط وأيضا شق الطرق الاستيطانية والتوسعات على حساب الأراضي الفلسطينية وعلى حساب الفلسطينيين. والهدم الذي جرى في عام 2024 هو غير مسبوق في هذه اللحظات وبهذه السنة منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. نحن نتحدث عن فرصة، إذن هي فرصة المنازل التي هدمت من قبل قوات الاحتلال، هي فرصة عظيمة تعتبر لهذه الحكومة لمزيد من القضم ومزيد من التدمير ومزيد من القتل والتهجير، ولكن تبقى الأرض للفلسطينيين. شكرا جزيلا لك ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من رام الله.